والآن مع كلمة السيد العميد أحمد السويدي الحاكم العسكري لمحافظة الطرقلية. قرارات يقدمها الأطقم الطبية سواء أطباء أو ممرضين لا تقل عن التضحيات اللي الشهداء سواء من قتل مسلح أو الشرطة المدنية لا تقل عنها. وطبعا يعني ربنا يرحم الجميع، وانا متشكر للدعوه الكريمه، ودي حاجه كويسه وتقرير كويس ان انتم بتعملوه، والف شكر لسياده الفريق المسلم، والف شكر للسنه، شكرا.